رئيس الوزراء كان عامل اجتماع خاص بمخالفات البناء، مواقف التصالح. بصراحة ملف التصالح ده رايحين فين؟ لأنه بعد الناس ما قدمت الأمور هديت تماما، ما بقاش فيه كلام كتير. كنا مع بعض يمكن قبل رمضان كده ولا حاجة، أيضا في لقاء بنتكلم على الموقف. النهاردة هل في جديد في هذا الأمر؟ صحيح. نعم. طبعا أنا برضو لازم أبدأ بأن أنا أحييك وأحيي فريق البرنامج لأنك متبني هذا الأمر، والحقيقة لو تشوف يعني مدى أهمية ملف العمران في مصر والتصالح على المخالفات والتعدي على الأراضي الزراعية والمجهود الكبير قوي قوي لكل مؤسسات الدولة شغالة فيه بحيث أن هي تحدث الحقيقة تطوير مستدام في هذا الملف، يعني أنت مش هتتخيله. نعم. فأنا بحييك أنك دايما بتثير هذه المسألة. النهاردة اجتماع رئيس الوزراء كان من ضمن سلسلة الاجتماعات اللي الحقيقة هم بيشتغلوا فيها واللي احنا بنتعاون معاهم فيها. التصالح كان على ضمن رأس الاجتماع، موقفه موقف برضو تقنين أراضي وضع اليد، ثم موقف المتغيرات المكانية والتعدي على الأراضي الزراعية. نعم. التصالح طبعا انت عارف ان احنا عندنا اجمالي الطلبات من واقع جلسات قياس الأثر التشريعي اللي انا وزملائي قررنا ان احنا نعقدها بشكل دوري، افرز على ان احنا اجمالي الطلبات 2.8 مليون طلب. طلبنا منهم نعرف كم طلب تم البت فيهم قبولا او رفضا. ففي اول جلسه كان 38 الف طلب، وفي ثاني جلسه كان وصلوا ل 50 الف طلب، وده طبعا رقم كاشف جدا اللي بيه الحكومه كلها انتبهت، ورئيس الوزراء استصدر قرار بقبول طلبات التصالح بالنسبه للقرى بشكل جمعي. القرى لوحدها طلبات التصالح فيها 1.6 مليون طلب.